وللحديث أكثر مشاهدين عن هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من بغداد محمد فراس. محمد مرحبا بك، يعني أطلعنا على آخر التفاصيل فيما يتعلق بالتظاهرات من قبل الإطار التنسيقي خاصة بعد الدعوة إلى الاعتصام المفتوح، تفضل. نعم، هو اليوم الأول لاعتصام المتظاهرين هنا التابعين للإطار التنسيقي في بغداد قرب المنطقة الخضراء، خلفي تماما البوابة الخامسة للمنطقة الخضراء والمجاورة للجسر المعلق، وما خلف الكاميرا هي ساحة الحسنين المجاورة لجسر الطابقين والمحطة الرئيسية لدخول المعتصمين إلى هنا إلى هذا الشارع تحديدا قرب شارع الوزراء في منطقة الجادرية. هذه المنطقة حصرت للمتظاهرين، هذا السايت تحديدا هو مغلق بشكل تام للمعتصمين الذين يتواجدون هنا داخل سرادقهم، السرادق إلى الآن تهيئ لاستقبال العدد الأكبر من المعتصمين لربما سيزداد عددهم بعد ساعة أو ساعتين من الآن بعد زوال الشمس وانخفاض درجات الحرارة. إلى الآن كما ذكرت يتم تهيئة الظروف الملائمة لإقامة اعتصام مفتوح كما أكدت عليه قادة الإطار التنسيقي مزامنة بالاعتصام الآخر في الجهة الأخرى. نحن الآن في جانب الرصافة تظاهرات الإطار، وفي جانب الكرخ داخل مجلس النواب في البرلمان العراقي هنالك تظاهرة للتيار الصدري أو اعتصام مفتوح للتيار الصدري استمر إلى ما يزيد عن 12 يوما، واعتصامهم خارج مجلس النواب أيضا في الباحة الخارجية أسبوع لربما فات على هذا التغير وهذا التحول في موقع الاعتصام. هنا حيث أتحدث من موقع الاعتصام التابع للإطار التنسيقي، المعتصمون متواجدون إلى الآن داخل السرادق وينتظرون باقي الإمدادات لاستكمال كامل الظروف الملائمة لاستمرار الاعتصام واستقبال المعتصمين والمتظاهرين. أيضا هنا فقط المتظاهرون البغداديون بعد الإعاز بانسحاب جميع متظاهري المحافظات والعودة إلى محافظاتهم، وأن تقتصر هذه الاعتصام وهذه التظاهرة هنا للبغداديين حصرا. نعم، طيب محمد، أبرز المطالب اليوم التي يدعو ويطالب بها معتصمو الإطار التنسيقي والرسائل التي يريدون أن يطلقوها ويوصلوها أيضا لكافة الفرقاء السياسيين؟ أبرز المطالب والتي حددت بسقفها ولم تتجاوز هي أولا السرعة في تشكيل الحكومة العراقية وعدم التأخر فيها وحسم ملفات رئاسة الجمهورية والوزراء بأسرع وقت ممكن، وأيضا عدم حل مجلس النواب، عدم حل البرلمان العراقي كون يمثل نوابه يمثلون عدد من الأصوات من أصوات الناخبين الذين رشحوهم، ولربما متظاهريهم اليوم يعتصمون دفاعا عن نائبهم في عدم حل مجلس النيابي اختير من هذه الفئة من المجتمع، وأيضا الحفاظ على دستورية الدولة وعدم خرق التوقيتات الدستورية واختصر هذا الموضوع بضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة العراقية خصوصا بعد ترشيح الأسماء من قبل الإطار التنسيقي. بالتالي هذا سقف المطالب لم يتغير ولم يرتفع إلى حد الساعة إلى هذه اللحظة، لربما ستكون هناك تغييرات على هذه المطالب ولربما سيرتفع هذا السقف بعد إن تصدر توجيهات من قيادات الإطار أو اللجنة التنظيمية لهذه التظاهرة. هم منتظمون حسب التوجيهات متواجدون، لا يوجد هنالك تحرك فردي، لا يوجد هنالك تحرك عشوائي داخل هذه التظاهرة، الكل حسب التعليمات والتوجيهات التي أصدرت من القيادة العليا أو اللجنة التنظيمية لهذه التظاهرة. نعم، طيب محمد، يعني ذكرت أثناء حديثك بأن هناك بعض المناطق قد أغلقت في العاصمة بغداد خاصة المناطق التي يتواجد فيها المعتصمون، ماذا عن الإجراءات والتجهيزات الأمنية والتواجد من قبل القوات الأمنية في تلك المناطق؟ المنطقة الخضراء مغلقة ما عدا بوابة واحدة لدخول الموظفين كون الجميع يعلم بأن لا توجد هنالك تعطيل للدوامات الرسمية، هنالك البوابة القادسية يدخل منها المخولون ومن لديهم هويات المنطقة الخضراء، هذا في جانب تظاهرة التيار الصدري. أما في هذا الجانب وجانب تظاهرة الإطار سايد واحد فقط أغلق، زميل المصور أدر الكاميرا قليلا إلى جانب سرادق الخيام التي هي مخصصة لتظاهر المعتصمين، وهذا السايد الذي خصص لتظاهر المعتصمين هذا مغلق بشكل كامل. أما السايد الآخر والجانب الآخر من هذا الشارع ذاته
فهو مفتوح سايد واحد لمرور المركبات. نعم. لو ترى الآن مركبة تمر بانسيابية وصولا إلى منطقة الكرادة داخل، بالتالي الطريق المؤدي إلى المنطقة إلى منطقة الكرادة داخل والذي يأتي من الكرادة داخل وصولا إلى شارع الجادرية الرئيسي فهي مفتوحة لحركة المركبات. هذا ما يخص القطوعات، وأي قطع ثاني في شوارع العاصمة بغداد لا يوجد، فقط التي حددتها بكلامي الشارع المؤدي إلى الجادرية الرئيسي والقادم من كرادة داخل المؤدي إلى كرادة داخل هذا مفتوح لحركة المركبات سايد نعم. واحد فقط للمعتصمين، والسايد والجهة الأخرى لتظاهر المعتصمين التابعين للتيار الصدري، فبوابة واحدة لدخول الخضراء مفتوحة لعامة الموظفين وسكنة المنطقة الخضراء أيضا، واعتصامهم يقتصر بمجلس النواب العراقي والشارع المؤدي إلى ساحة الخرطوم والقادم من ساحة الخرطوم إلى مجلس النواب العراقي. أيضا نفق الزيتون هو من ساعة انطلاق تظاهرة التيار الصدري وإلى الآن هو مغلق ولم يفتح ولم تكن هنالك أي إجراءات مغايرة لما كانت عليه منذ أول يوم لانطلاق تظاهرة التيار. نعم، إذن مراسلنا محمد فراس كنت معي من بغداد، شكرا جزيلا لك.